شيخ مبرز من اللي يبيعوا هذا اللي يبيعوا متعمدين يبيعوا. نعم. إيه شريتو الجيلة ما يمشيش، جديد ما يمشيش. واللي تعيط في الرقم اللي مبين اصبر لي شهادة الضمان هذيك عيطت. اصبر لي اصبر لي اصبر لي، كي شريتو كي شريتو طلبت شهادة الضمان ما طلبتهاش؟ عندي شهادة الضمان. أعطاها لك؟ أعطاها لي إيه كيف شهادة الضمان. صح، ما يمشيش نتيجة خطأ في التركيب أو نتيجة جاو اسمح لي يا أستاذ. نعم. جاو عيطت لهم في الرقم اللي أعطاها لي في شهادة الضمان، بعثوا لي الممثل تاعهم في المستوى على الولاية. نعم. بعثوا لي الممثل تاعهم على الولاية. نعم. بدا الكونفريسور تاع الكليماتيزور تاع دوكا شهرين ما نقول له يقول لي مازال نزيد معايا في هذوك تاع الرقم تاعهم في شهاده الضمان، نعيط لهم يقول لي مازال الباقية تاعك ما وجدتش ولا وش هي، وباقي يتسخروا بيا هو يتسخروا بيا منهم بيه. دوك شهرين وانا نستنى. شوف انا قادر ننصحك بطريقه انك تروح لمنظمه حمايه المستهلك لانها تقدر تضغط بعد الشيء، ولكن ايضا ننصحك تروح للقضاء، ولكن انت تعرف بلي لما نوجهوا الناس نقول لهم دائما شو المصلحه تاعك، راح تقول لي نعم انت شريت مبرد او مكيف هوائي بمبلغ معين، ولكن لما نوجهك للقضاء راح نقول لك بلي راح تصرف اكثر مبالغ ماليه اكثر من الشيء اللي شريت به المبرد هذا. هاي الاشكاليه والراهي. انت شريته مثلا ب 8000 دينار 80000 دينار. ايه. نبعثك انا للقضاء تروح تسجل قضيه وتوكل محامي وتبلغ الشركه هذه، وممكن راح يكون فيها خبير مختص في هذا المجال، وراح هو ايضا الخبير هذا راح يخلص. راح تشوف بان المصلحه تاعك انك تدفع مبلغ اكثر من مبلغ المكيف تقول روح نشري واحد خير، ولكن فوضى السوق يعلمها الجميع. يعني هذا مجال باش نهضروا عليه، انت عندك حق وانت وقعت ضحيه ناس غير محترفين، لان الناس المحترفين بمجرد انك تتصل وعندك شهاده الضمان. بالمناسبه انا سالتك على شهاده الضمان لان كثير من الناس يشريوا وما يطلبوش شهاده ضمان، يشري يرفد الحاجه في الطوموبيل تاعو ويروح ما يطلبش شهاده ضمان. لا عندي شهاده ضمان. لا هذا سلوك مليح باش نحرضوا الناس. ايه باش كل ما يشريوا حاجه يطلبوا شهاده ضمان، لان هذاك البايع يحوس، البايع هذاك يحوس غير على الدراهم، ما يحوس لا 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 سمعه. إيه؟ ما يحوس ولا شيء، يحوس غير على الدراهم. اذا أنا نصحتك فقط بطريقة أو بأخرى تشوف جمعية منظمة حماية المستهلك لأنها تقدر تلعب دور في هذا المجال، وعندها دور كبير راح تقوم به. العدد التدخلات كبير وعدد التظلمات كبير جدا، ومع ذلك هي تقوم بالدور في إطار المعقول. ولكن الحل تاعك احنا بالنسبة لنا كرجال القانون، الحل تاعك أنك تروح للقضاء ترفع دعوة قضائية ضد هذه الشركة أو ضد هذا البائع، وبشرط انك تثبت بان هذا المكيف ما يمشيش وغير مطابق للمعايير، او ان شاء الله يكون عندك الفاتوره ايضا. عندي فاتوره. احسن شيء. اذا هذا هو الطريق اللي تقدر تروح له، ولكن انا حذرتك لانه كاين مصاريف انت لازم تكون واجد للمصاريف هذه. المصاريف كي نغلبهم ما يرجعوا عليش، يرجعوا هما. طبعا طبعا كاين تعويض، في كل ضرر موجود تعويض، في كل ضرر موجود تعويض، ولكن انا نشجع مثل هذه التصرفات، لانه هذ الناس هذ الجشعين، هذ الناس هذ التجار الذين لا يبحثون سوى عن المال، لازمهم ناس كيما انت، ولازمهم ناس على شكلتك انت.